أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر 29 پڑھیں گے. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم أموالكم بينكم بالباطل إلا متين ألف كبرى بلن بيوغي بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تكون تجارة عن تراض منكم عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم قاف موٹا پر آ جائے گا تا بریک پر آ جائے گا واقع پر مادہ تین الف کے برابر لمبی ہوگی ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان ان الله كان بكم رحيما بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے رکھے گا دعا میں یاد. اللہ حافظ.